تشاهدون الآن أجوبة الإيمان مع الأستاذ الدكتور محمد داود. وما سكوت بعد اليوم. مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام في أمريكا. تأليف بول فيندلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أيها الأحبة المشاهدون الكرام، عودا كريما لقناة الرحمة، عودا حميدا لبرنامج أجوبة الإيمان، وهذه حلقة خاصة. شاءت الأقدار أن يدخر هذه الحلقة إلى هذا التوقيت، ومن توفيق الله عز وجل أن معنا ضيوف كرام لهذه الحلقة، هم خبراء لهذا الملف، ملف الصور المشوهة عن الإسلام في الغرب، ملف موقف المسلمين من هذه الصور، ملف موقف الإسلام من المرأة في الغرب، ومتى يبدأ المسلمون في تصحيح هذه الأغاليط وهذه المفاهيم الخاطئة وهذه الصور المشوهة. استضفنا لهذه الحلقة الأستاذ والعالم والحبيب أستاذنا الدكتور نبيل الصملوطي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا أستاذنا، حياكم الله. الله يبارك فيك. وأوحشتنا وأوحشت المشاهدين يعني كثيرا جدا. بارك الله فيك. آمين. ومعنا ونغبط أنفسنا أننا في رحاب عالم متخصص في الملف الصهيوني، في الملف الإسرائيلي، في كل ما يتصل بهذا الملف من قضايا شائكة. معنا الأستاذ الدكتور جلاء إدريس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا. مرحبا أستاذ. أهلا بك يا أستاذ. وأيضا أوحشتنا كثيرا. بارك الله فيك. ومعنا ضيف ثالث هو الحاضر الغائب، وهو بول فيندلي، صاحب هذا الكتاب الذي نظرتم إليه على الشاشة في بداية الحلقة، لا سكوت بعد اليوم. هذا هو لا 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 لا
سكوت بعد اليوم. لا سكوت بعد اليوم. لا 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 لا. هذا الكتاب كما يبين المؤلف في المقدمة ثمرة لرحلة امتدت 25 عاما، وهو يطلع على الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، والذي قاده إلى هذه الرحلة أسباب نتعرف عليها حتى نعلم أقدار الله عز وجل والقوة الربانية الذاتية في هذا الدين. ليس بين هذا الدين وبين البشر إلا أن نقدمه لهم، والدين بما يحمل من الربانية من الروح من الإيمان الرباني يجذب القلوب والعقول. امتدت الرحلة وبدأت هنالك في اليمن في عدن، حين كان في رحلة بوظيفة أمريكية حتى يستطيع أن يأتي بالبراءة أو بإخلاء سبيل أحد الأمريكيين الذين سجنوا على سبيل الخطأ في عدن، وكان يعمل مدرسا في الكويت، وعلى سبيل الخطأ الطائرة يعني كانت تحتاج إلى تموين وبعض الصيانة فهبطت في عدن. المهم من هذه اللحظة بدأ يتعرف على أناس لهم كرم، بدأ يتعرف على أناس يحبون العلم، بدأ يتعرف على أناس لهم أخلاق كريمة، فسأل فقالوا هذه هي أخلاق الإسلام. من هذه اللحظة بدأت الرحلة وبدأ يتعرف حتى من الإخوة في أمريكا. ولذلك الكتاب تجد عليه صورة مثلا العالم المصري الدكتور أحمد زويل، تجد عليه صورة محمد علي كلاي، وصور من الشخصيات البارزة التي لجأ إليها بول فيندلي حتى يتعرف على الإسلام. حتى يكون المشاهد معنا في الحلقة سنعرف ببعض القضايا والدوافع التي كانت من المؤلف، حتى يستطيع المشاهد أن يعيش مع الأساتذة في كلامهم. فتعالوا بنا إلى هذا التقرير الذي يبين الأسباب التي حملت ودفعت المؤلف كي يهتم بالإسلام. تعالوا إلى هذا التقرير. لا سكوت بعد اليوم. لا سكوت بعد اليوم. الأسباب التي جعلت المؤلف يهتم بالإسلام. يؤلف أسباب اهتمامه بالإسلام في الأمور التالية: أولا، قضية فلسطين وصراع اليهود معهم، وانحياز أمريكا مع إسرائيل وهجماتها ضد لبنان. وازداد هذا الاهتمام بعد كتابه من يجرؤ على الكلام. ثانيا، الافتقار إلى الحقائق عن الإسلام واعتماد الناس على حقائق مغلوطة عنه، فهذا مما حدا بالمؤلف إلى مقابلة الشخصيات الإسلامية والتحادث معهم والتعرف على الإسلام عن قرب. ثالثا، اهتمام المسلمين بشعائر دينهم خاصة الصلاة، وقد ذكر المؤلف عدة قصص جذبته إلى التعرف على هذا الدين، ومنها أنه لما كان مارا بالقرب من مدينة الرياض عام 1988 شاهد راعيا يركع بمفرده مؤديا صلاة الظهر، ثم لاحظ داخل المدينة رجلا يصلي صلاة العصر بمفرده داخل ورشته، وغيرها من القصص التي ذكرها. رابعا، لقاؤه برجال الأعمال المسلمين الذين كانوا محافظين على شعائرهم الدينية حتى داخل مكاتبهم. خامسا، اهتمام المسلمين بالقرآن الكريم وحفظه بعكس الآخرين. سادسا، اعتراف المسلمين بالأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية. سابعا، انبهاره بما سمعه عن الحج وما فيه من تجربة المساواة بين الأجناس.
ثامناً الترابط الأسري بين أفراد الأسرة المسلمة ورعايتهم لكبار السن وتكريمهم واحترامهم، ومعارضة كثير من المسلمين إيداع آبائهم وكبار السن في دار الرعاية والعجزة بعكس المجتمعات الغربية. لا سكوت بعد اليوم، لا سكوت بعد اليوم. وهكذا يعني الدوافع هي سمات ومحاسن ومزايا في هذا الدين الرباني الحنيف الذي تعهد الله بحفظه. نبدأ بداية، كيف يقول أستاذنا الدكتور نبيل الصمالوطي عن هذه المحاسن وهذه المزايا التي دفعت بول فيندلي لأن يهتم ويبحث هذه الرحلة الممتدة في الإسلام وعن الإسلام والمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أبدأ بتهنئة الأمة الإسلامية والعربية ومصر بهذه الثورة المباركة، ثورة 25 يناير، والتي بدأت انتفاضة وانتهت إلى ثورة في 11 فبراير 2011. هذه الثورة الحقيقة أنا يعني لابد من الرجوع إلى المنهج القرآني في فهمها وفي تفسيرها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه. فالحقيقة لابد وأن نقدم وافر الإجلال والتحية والتقدير لشبابنا، لأن الشباب هم الذين قادوا هذه الثورة. هذه الثورة البيضاء التي رفعت شعار السلام سلمية سلمية، والتي رفعت شعار مدنية مدنية، لا هي ليبرالية ولا هي اشتراكية ولا هي والتي رفعت شعار مصرية خالصة لا يوجد فيها أي عنصر من خارج مصر، والتي أيضا رفعت شعار مهم جدا أنها ثورة مثقفين يتعاملون، ثورة إلكترونية، والتي رفعت شعار قاله أوباما عنها أنها ثورة أخلاقية، ثورة حضارية أخلاقية. يعني كان الناس في ليس معهم إلا ألسنتهم وحناجرهم فقط، ليست لهم أي وليست لهم مطالب فئوية، وإنما طلبوا الذي معهم والحق الذي معهم الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أيدهم بنصره وبفضله. ولذلك هي حضارية، يعني كان في الفنانين يتعاملوا بالفن في خدمة فئات الشعب المختلفة، الفنانين والشعراء والسياسيين، وكانوا بيتناقشوا وكانوا بينشدوا الأناشيد الوطنية، وعقد عقد قران، وكان في صلوات، وكان في دعاء، وكان في قداس. فهي ثورة حضارية بكل الكلمة، بكل معنى، على الرغم مما قابل هذه الثورة الحقيقة من عقبات ببلطجة، ولكنها الحقيقة وما النصر إلا من عند الله. ولابد أن نقول أن هذه رمية الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تهنئة أخرى الحقيقة لقناة أنا أحبها حبا شديدا، لست وحدي ولكن العالم الإسلامي كله. يعني أنا كنت في الكويت خلال الشهر اللي فات ده. أبناء الكويت يسألونني ماذا عن الرحمة، لأنه كان شافوني فيها الحقيقة. فيعني كانوا يسألوني عنها باعتبار أن أنا يعني من أبناء هذه القناة بفضل معاليك الحقيقة. فالحقيقة يسألوني أين الرحمة، لماذا لا تظهر ولماذا منعت من الكلام دلوقتي لا سكوت بعد اليوم. يعني لماذا منعت من الكلام وكانت هي الحقيقة منارة ليس فقط لمصر وليس فقط للعالم العربي، ولكنها كانت منارة للعالم الإسلامي ككل. فتهنئة خالصة أنا أهني نفسي قبل أن أهني القناة وأهني كل العاملين بهذه القناة المباركة التي لا تعمل إلا تبتغي من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وربنا إن شاء الله يعني يمنح هذه القناة البركة والإعانة بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبذلك فليفرحوا. فلذلك هذا هو الفرح الأكبر الحقيقة. بالنسبة لقضية الحقيقة بول فيندلي، الحقيقة
رجل موضوعي، نعم، ورجل محايد، نعم، ورجل باحث ومدقق، نعم، ورجل أمريكاني حريص على أمريكا، حريص جدا على أمريكا وحريص على بلده. كان عضوا في الكونغرس الأمريكي، وأنا الحقيقة قرأت له كتاب قبل هذا، وهو كتاب اسمه هؤلاء تجرأوا على الكلام، نعم، They dare to speak. نعم. هذا الكلام الحقيقة يقول فيه أن كان هو الصوت النشاز، نعم، في الكونغرس الأمريكي، كان عضو في الكونغرس، نعم، عدة مرات، وكان هو الصوت النشاز في هذا الكونغرس، وكان دائما يحاول هو كما يقول هو أنني أريد أن أحرر أمريكا من الأمريكان اليهود، أريد أن أحرر أمريكا من الأمريكان اليهود، يعني الأمريكان اليهود الذين هم الصهاينة، يعني، نعم، الذين يدعمون إسرائيل بلا حدود، نعم، والذين يقلبون الحق باطل والباطل حق. وكان هو يدافع عن أمريكا، نعم، في مقابل هذا الاختطاف، وكان يقول أن الصهاينة هم أمريكان، نعم، اختطفوا أمريكا، اختطفوها ناحية الصهيونية، ناحية إسرائيل، نعم، ولذلك أصبحت كثير جدا من الأموال الأمريكية موجهة لصالح إسرائيل، وهذا هو يقول أن هذا ليس فيه حق، نعم، لأن هذه الأموال موجهة لصالح عدو ولصالح يعني كيان متجبر وكيان عدواني ومضاد لشرع الله ومضاد للعدالة، نعم، وهكذا. لكن اسمح لي أستاذنا، أي تفضل، أمام هذه القامة والقيمة، نعم، في هذا الرجل بول، نعم، فيندلي، نعم، وما ذكرته عن سماته الإيجابية والموضوعية والثائرة، لكن بهذه القامة الإسلام لفت انتباهها وأجبرها على أن تبدأ رحلة جديدة، نعم، في التعرف على الأديان الثلاثة، نعم، بعمق، نعم، والتعرف على الإسلام بين هذه الأديان الثلاثة بصفة خاصة، نعم، وبدأ ينظر إلى المسلمين وحرص المسلمين على العبادة، حرص المسلمين على قراءة القرآن، نعم، هذا الدين له أثر فعال في المسلمين، نعم، أيضا حين رأى أن الإسلام والمسلمين ليست عندهم عنصرية، فهم يعترفون بالأديان الأخرى ويعترفون بالأنبياء ولهم هذا التسامح وهذا السلام الديني والاجتماعي الذي يعيشون به، كيف تقدر هذه المسألة ولفت الانتباه لهذا الرجل من محاسن الإسلام؟ شوف يعني معاليك، يعني طالما أن الإنسان تجرد من الأغراض الشخصية، أيوة، وتجرد من الهوى، نعم، وتجرد من العنصرية، وتجرد من الأغراض الدنيوية، واتصل اتصالا مباشرا بالإسلام، لابد وأن يعتنق الإسلام. الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مشكلته في مكة إيه؟ على مدى 13 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خلوا بيني وبين الناس، خلينا أكلم الناس، خلينا أفهمهم إيه الإسلام، هذا الدين الحق، الدين الرباني، الدين الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، نعم، الدين الذي أرسل رحمة للعالمين، خلونا أكلم الناس. ولذلك كان كل أبو جهل وآخرين كانوا يمشوا وراه باستمرار حتى لا يعطوا له الفرصة للحديث مع الناس. بول فيندلي اتصل بالناس، نعم، وهو رجل موضوعي ومحايد، نعم، ما فيش في ذهنه خلفيات سابقة، نعم، فكان يريد أن يبحث عن الدين الحق، يبحث عن الحق في مجال الاجتماع وفي مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة وفي مجال الإعلام وفي مجال بناء الدولة الأمريكية، نعم، على أسس موضوعية وليست مختطف بالاختطاف، نعم، الصهيوني، نعم. ولذلك لما زي ما معاليك تفضلت في بداية هذه الحلقة وبالتقارير دي، عندما اتصل باليمن واتصل بالكويت واتصل بالمسلمين، فأعجب جدا، نعم، ولا يستطيع إطلاقا أي إنسان يتصل بالمسلمين واتصل بالإسلام دون بتجرد ودون نوع من العنصرية، نعم، إلا أنه يحب هذا الدين، لأن هذا الدين هو، نعم، دين الفطرة ولأنه، نعم، دين العقل. جزاك الله خير، والله كلامك عذب، لكن إحنا عايزين يعني لفتة من أستاذنا تخصصية، ما رؤيتك لهذه القضية والأسباب التي دفعت بول فيندلي إلى أن يبدأ رحلة جديدة في البحث في الأديان الثلاثة حتى وصل ببحثه إلى الإسلام ومحاسن الإسلام والمسلمين؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأشارك أخي الفاضل، نعم، في أن أزف التهنئة، كل التهنئة لشخصي أولا، نعم، لأني من أكثر المستفيدين مما حدث، لأني
وإن كنت سكت بعض الوقت فيما مضى فلن أسكت إن شاء الله فيما تبقى من العمر. دي روح شباب يا أستاذ. الحمد لله تعالى وأبارك لمصر لي ولكم ولمصر وللعالم العربي الذي بدأت ثورة مصر تؤتي ثمارها في جنوب العالم العربي وفي شماله وفي غربه وفي شرقه، روح تسري. فهي إن شاء الله، لأن إن شاء الله من هنا أو من مصر إن شاء الله ستهب رياح التغيير بإذن الله تعالى إن شاء في الله. العالم إن شاء الله. التهنئة الثانية عودة الرحمة. وهذه في كلتا الحالتين، الثورة رحمة من الله تعالى بنا، وعودة الرحمة رحمة من الله تعالى بالمشاهدين. بارك الله فيك. فأحمد الله تعالى الحمد لله على أن توالت رحماته علينا، وأسأله أن يديم علينا آمين. نعمه ظاهرة نعم. وباطنة. تفضل. في الحقيقة أن أي إنسان موضوعي بالذات في الغرب، يعني نحن دائما نتهم الغرب بالعدوانية والمؤامرة، ولكن وقد يعني عشت فترة في الغرب وجدت أن الذين يسيئون فهم الإسلام والمسلمين هم الذين لم يصل إليهم بعد أي شيء عن الإسلام والمسلمين، وإنما وقعوا لعملية غسيل مخ. وفي هذا أشار بول فندل إلى أن الأمريكان قد تعرضوا لعملية غسيل مخ. كيف تعرضوا لعملية غسيل مخ؟ المواطن الأمريكي العادي ليس مهتما بأن يقرأ ويبحث وإلى آخره، ويتلقى معلوماته من مصادر محدودة، هي وكالات الأنباء والصحافة والتلفزيون. وكالات الأنباء والصحافة والتلفزيون في أمريكا وفي الغرب تحت سيطرة اليهود. إذن أنى له أن يعرف عن الإسلام والمسلمين؟ هو يرى الصورة كما يقول بول فندل من جانب واحد، لا يعرفه. لكن قد يثير الشك في قضية ذهن المفكرين الأكاديميين الباحثين، من لديه ملكة البحث، يعني قضية صغيرة تثير الشك. وهذا ما حدث مع بول فندلي عندما وجد الفهم الخاطئ من الأمريكان للقضية العربية وبخاصة القضية الفلسطينية، والفهم الخاطئ للإسلام. وبدأت الظروف التي مر بها أتاحت له الفرصة أن يعرف شيئا عن الإسلام، فهذا أثاره لأن يقرأ وأن يعرف وأن يسأل وأن يخرج من إطار الوسائل المتاحة التي يؤثر بها اليهود على الرأي العام في أمريكا. وبالتالي بدأ يحتك بالإسلام، بدأ يتعامل مع المسلمين في أمريكا. هو يعني هناك في أمريكا، وهذا يعني أنا أندهش، في أمريكا من 7 إلى 8 مليون مسلم، بينما هناك 6 مليون يهودي. انظر إلى حجم المسلمين، 7 إلى 8 مليون أكثر من حجم اليهود، ومع هذا لا أثر لكن له. لكن العنصر الفعال هو 6 مليون. يا ريت 6 مليون. لا، هنشوف دلوقتي كما يعني نعرف 50 ألف من 6 مليون فقط. يعني 6 مليون يهودي في أمريكا لا يوالون إسرائيل ولا يوافقون على سياسة إسرائيل. حوالي 50 ألف اللي هم الأعضاء في مؤسسة إيباك. هذه هؤلاء، ومش 50 ألف كمان كلهم، ولكن قلة من 50 ألف، لكنها قلة ديناميكية نشطة هي التي تتولى تحريك. شوف، تحريك حوالي 280 مليون أو 300 مليون أمريكي. وإن كان حقيقة التأثير اليهودي يعني ينحصر في حوالي 50 مليون أمريكي فقط، وعندنا 250 أو 230 مليون أمريكي بين يعني فرصتنا إحنا دلوقتي كمسلمين عندي 200 مليون على الأقل ليس لديهم فكرة، يعني كما نقول عقول بيضاء قابلة لأن تتأثر بالآراء الجديدة والأفكار الجديدة التي يمكن طرحها من خلال المسلمين. جزاك الله خيرا أستاذنا.
يعني نحن نستفيد بين أيديكم بهذا الخير وهذا الفضل ومن بركات الثورة ومن بركات رجوع الرحمة أننا عدنا نتتلمس على أيديكم وعلى أيدي علمائنا الأجلاء. لكن الإخوة في الكنترول أدعوهم إلى أن يعرضوا لنا تقريرا جديدا عن الأسباب التي أوردها فيندلي في كتابه لا سكوت بعد اليوم عن تشويه صورة الإسلام في الغرب كما بيّن أستاذنا الأستاذ الدكتور جلاء إدريس. أرجو من الإخوة أن يعرضوا لنا هذا التقرير. لا سكوت بعد اليوم، لا سكوت بعد اليوم. الأسباب التي أوردها فيندلي في كتابه عن تشويه صورة الإسلام في الغرب. أولا دور اللوبي اليهودي في إعطاء الصورة السيئة عن المسلمين وتصوير إسرائيل أنها دولة مهددة وأن العرب والمسلمين يهددون وجودها. ثانيا الحديث عن الأخلاق اليهودية والمسيحية في المجتمع الأمريكي وأنها الأخلاق العالية المقبولة واستبعاد وعدم ذكر الأخلاق الإسلامية. ويذكر المؤلف لذلك عدة قصص منها ما كانت تحكيه لهم معلمته في صغره عن المحمديين أي المسلمين وأنهم بدو قساة القلوب لا أخلاق لهم وبسبب إحجام المسلمين أو غيرهم عن تصحيح هذا التصور أصبحت اليهودية والمسيحية في نظر الأمريكي أنموذجاً للتقدم والحضارة والأخلاق وأصبح الإسلام أنموذجاً للقوة المتخلفة والخطرة في الشرق العربي. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاة. ثالثا ربط الغرب الإسلام بالإرهاب والتعصب واستعباد المرأة وانعدام التسامح مع غير المسلمين والعداء للديمقراطية وعبادة إله غريب وانتقامي. رابعا خوفهم من خطر إسلامي متنام وخوفهم من الحرب الإسلامية الغربية القادمة وتغذية اليهود لهذا الخوف حتى لا ينقص الدعم لإسرائيل. لا سكوت بعد اليوم، لا سكوت بعد اليوم. استمعنا ورأينا سويا مسألة التشويه المنظم والمنهجي والمتعمد والإساءات المقصودة في الإعلام في تشويه صورة الإسلام بوصف الإسلام بهذه الأوصاف اللا إنسانية واللا أخلاقية وأنه دين الإرهاب واستعباد المرأة والتعصب وعدم التسامح والعداء للديمقراطية والإله الإسلام انتقامي متكبر متجبر إلى آخر هذه الصورة. ويختم بشيء خطير الذي يختم به يقول خوفهم من تنامي الإسلام في الغرب يعني رغم كل هذا العداء المنظم ورغم كل هذه المحاولات في العدوان ومحاولات التفكيك للأوطان الإسلامية هنا رغم كل ذلك إلا أن الإسلام في الغرب في ازدياد المسلمون عددهم يزداد النوعية في المسلمين بترقى يكون منهم علماء ويكون منهم أناس في موقع المسؤولية والتأثير إلى آخر ذلك خايفين من الإسلام أن تصبح الحياة بعد 50 سنة بعد 100 سنة يبقى الإسلام الغلب له تبقى الحياة إسلامية والإسلام هو القادم المسيطر على الحياة وعلى العالم كله. دي الأسباب التي يظهرها في تشويه صورة المسلمين. كيف ترى هذه القضية وترى وضع المسلمين في الغرب والتحسن النوعي والنمو النوعي للمسلمين في الحياة الغربية؟ تفضل. أنا هتكلم عن نقطتين. تفضل. نقطة خاصة ببول فيندلي واتفاقه مع نعوم تشومسكي. نعم. نعوم تشومسكي يهودي. يعني نعم. أستاذنا يعلمه جيدا. نعوم تشومسكي أصلا باحث لغوي ولكنه تطرق إلى فلسفة الديانات مثل بول فيندلي تماما. نعم. ووصل إلى أن أمريكا تريد أن تخلق عدوا فعندما سقط العدو الأحمر اللي هو الشيوعية
فلابد من وجود عدو جديد حتى تكرس ما أسماه هو تشومسكي وما أسماه كثير من الناس وربما بولفندل أيضا بالرأسمالية المتوحشة في 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 أمريكا. نعم. وسيطرة أمريكا وهيمنة أمريكا على مقدرات العالم دون وجه حق. فهي يريد أن يخلق عدو. بعد العدو الأحمر ما سقط أصبح هناك العدو الأخضر، والآن يقولون عن العدو الأخضر اللي هو الإسلام من الإسلام، والآن يتحدثون عن العدو الأصفر اللي هو التنين الصيني. نعم. وهكذا. فتشومسكي الحقيقة يعني عايش، تشومسكي عايش إلى الآن، وفعل وعلق على الثورة المصرية بتاعت 25 يناير وأعجب جدا، وقال أن هذه الثورة تدرس في التاريخ. نعم. وهذه ثورة انطلقت من فكر إسلامي. نعم. لأن الإسلام يؤكد على الحرية ويؤكد على العدالة ويؤكد على الكرامة، وهذه المطالب الثلاثة اللي نادى بها رفع شعارها الثوار منذ 25 يناير. نعم. الأمر الثاني الحقيقة اللي أنا عاوز أتكلم عنه قضية أنا كنت في أكتوبر الماضي يعني من 3 أشهر في هولندا. نعم. وكنا في حوار في مؤتمر مع في يونيفرسيتي جامعة أمستردام في أمستردام الحرة. نعم. حول الدين والحياة، حوار إسلامي مسيحي. نعم. وكان تجربة جميلة جدا الحقيقة. نعم. فلما رحنا هناك الحقيقة يعني وجدت أن الناس كويسين جدا. يعني أنا أستاذ في الأنثروبولوجيا أو في علم الاجتماع، جابوا لي أستاذ في نفس الموضوع. نعم. نطلع نتحاور سوا في الطب، نطلع نتحاور سوا وهكذا في نعم. كل الأمور. فوجدت هناك أنهم بيسألوني أسئلة غريبة جدا، يعني ما موقفكم قضية لماذا أنتم بتقهروا المرأة؟ نعم. هم بيسألوني على فكرة، وهم على فكرة علماء بس. نعم. علماء حضرتك، أنا أضيف بس إلى الفكرة الجميلة جدا والعلمية والمتعمقة اللي قالها أستاذنا الفاضل. نعم. أني مش بس الإعلام، إنما أيضا التعليم، برامج البرامج التعليمية، يعني المناهج. نعم. المناهج نفسها اللي بياخدوها، يعني الطالب بيطلع في أمريكا وبيطلع في أوروبا مغيب بالنسبة للإسلام، ولديه توجه عدائي نحو الإسلام من غير ما يعرف إيه هو الإسلام. نعم. لأنه هو واخد قضية في المناهج الدراسة، وخصوصا في مناهج التاريخ وفي مناهج الاجتماع وفي مناهج الاقتصاد وفي مناهج العلوم السياسية، بياخد أن الإسلام ده ليس دينا. أولا هو ليس دينا، وما فيش حد بيعترف به هناك كدين، إنما بيعترف به كثقافة، as a culture، مش دين. ولذلك ليس له ميزانية أديان، وثقافة معيبة، ثقافة معيبة. ودايما يكلموا عن إن المحمديين، المحمديزم دول. نعم. دول أتباع محمد، دول يعني دول نوع من الشياطين. شياطين الإنس، لا يقبلون الآخر، لا 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 يعترفون بحقوق الآخر، لا يعترفون بحريات الآخر، يعني لا يتعاملون إلا بالسيف. نعم. فأنا الحقيقة وجدت يعني فوجئت هناك بمجموعة أساتذة على مستوى عالي جدا من. نعم. أوروبا ومن أمريكا، كان أساتذة في الاجتماع وفي الاقتصاد من ألمانيا ومن هولندا ومن بلجيكا ومن أمريكا. نعم. بيسألوني أسئلة في البحث اللي أنا تقدمت به حول الإسلام وصانع حضارة. نعم. فبيقولوا لي لماذا أنتم تقهروا المرأة، ولماذا أنتم يعني لا تقبلوا الآخر، ولماذا. نعم. فقلت له والله يعني إحنا دين الإسلامي أنتم فاهمينه فهما مشوها. أنا عندما أنا أحترم حريتك ليس مجاملة وليس لتقاليد وليس خوفا من الوضع الاجتماعي. نعم. ولكن أنا أحترم حريتك في أن تعبر وأن تعبد من تشاء نتيجة لأن ديني أمرني بهذا. الله. وعندنا. نعم. عندنا مسألة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الرسول عليه الصلاة والسلام مع وفد نجران عندما أتى إليهم، أتى وفد نجران إلى الرسول في. نعم. المسجد، فرش بردته الشريفة وقعد عليه القساوسة، جت. نعم. صلاتهم، قال لهم صلوا هنا. أيوه. عرض عليهم الدين، قال لهم. نعم. قالوا له مش هندخل في الإسلام، قال لهم أهلا بكم وسهلا. نعم. أهلا بكم وسهلا، يعني خلاص أنتم لكم أمان على صلبانكم وعلى كنائسكم وعلى صلواتكم وعلى 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 وعلى. نعم. أمان كامل. نعم. وهم خارجين يا معالي الدكتور ومعالي فضل. الدكتور وهم يعني وهم مروحين كتبوا معروض طلب كده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له نرجوك أن ترسل معنا 2 من الصحابة حتى يقوموا بوظيفة القضاء بيننا، لأننا. نعم. نراكم أهل عدل وثقة. الله. لأننا نراكم أهل عدل وثقة. هذه قضية. القضية الثانية العهد اللي عمله الدولة المدنية والثورة. نعم. المصرية كانت وثيقة المدينة، شعار دولة المدنية. نعم. ومش بس مع أهل الكتاب اليهود. نعم.
إنما حتى لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا عن المشركين من الأوس والخزرج، نعم، قال لهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، نعم، غير أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حتى نعم المشركين. فنحن قلت لهم إحنا عندنا مبدأ المواطنة، تاريخ الميلاد الحقيقي ليه هو هو المدينة، الإسلام، الإسلام، نعم، تاريخ الميلاد الحقيقي، نعم، مش تاريخ الميلاد بتاع المجنة كارتا مزيف، نعم، ولا تاريخ الثورة الفرنسية. لكن أنا مكان الإخوة المشاهدين يريدون الآن أن يعلموا، نعم، كيف كان هذا السجال وهذه المناقشة وكيف انتهت مع هؤلاء العلماء الذين جلست معهم في هولندا أمستردام. أيوة ده جميل جدا جدا، لأنهم كانوا علماء، يعني زي ما زي بول فندلي كده، نعم، كانوا موضوعيين، نعم، وهم مسيحيون، مسيحيون وبعضهم يهود، وكانوا بس كانوا اكاديميين، نعم، ما عندهمش، وانت عارف زي ما قال استاذنا بالظبط، هم عقلانيين، نعم، اللي ما عندوش فكره مسبقه، البريسبوزيشنز، الافكار، نعم، المسبقه، نعم، اللي بتجعل فيه يعني غشاوه على العين، نعم، عندما يتحاور الحقيقه، يعني الحوار كان ايجابي، قبلوا هذا الكلام وقالوا لنا ماذا تعملون مع المسيحيين، قلنا لهم احنا المسلمون والمسيحيون ما فيش عندنا حاجه اسمها اسلام ومسيحيه، احنا ما عندنا مواطنه، نعم، ولهم ما لنا وعلي، ما فيش حاجه اسمها مسيحي، يعني لهم نفس الحقوق عليهم نفس الواجبات. انت قالوا انتوا في مدارس مشتركه بين المسيحيين والمسلمين، ايوه، نحن في مدارس، نعم، مشتركه، نعم، في مدرسين مسيحيين يدرسوا المسلمين، نعم، 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 يدرسوا هناك. قلت لهم انتوا الحقيقه نحن نوافقكم، هناك مسيحيون يدرسون الاسلام في اوروبا، اهلا وسهلا، ما فيش مشكله، نعم، بس بشرط ان يلتزموا بال، فقضية الحقوق والواجبات، تاريخ الميلاد الحقيقي للحقوق والواجبات، الحقوق، حقوق الإنسان، نعم، اللي هم بيتشدقوا بها بالثورة الفرنسية والمواثيق الدولية، تاريخ ميلاده أيضا حقوق الإنسان. لكن يا أستاذنا اسمح لي بعد إذن، بعد هذا الكلام الرائع، أحس وكأننا نكلم أنفسنا، يعني واجبنا، واسمح لي أنتقل بالكلمة لسماحة أستاذنا الدكتور جلاء، واجبنا في التعريف بالإسلام في الغرب وإزالة الغشاوة التي على أعينهم، أيضا إزالة الجهل بالإسلام، إزالة الصورة المشوهة التي تصل سواء عن التعليم أو عن الإعلام. كيف ترى القضية؟ القضية أراها في بلاد المسلمين قبل أن تكون في الغرب، إذا كنا نحن في بلاد المسلمين نشوه الإسلام، نعم، ورأينا في الفترة الأخيرة استخدام كلمة فزاعة في كثير، نعم، من تحليلات الثورة، أن النظام البائد كان يستخدم الإخوان المسلمين كفزاعة، كان يستخدم السلفية كفزاعة، نحن نخذف المسلمين من المسلمين، فما بال الغرب. يعني من الأشياء التي قرأناها واستمعنا إليها أن النظام السابق كان يخوف أمريكا من استيلاء المسلمين على السلطة في مصر، نعم، يعني النظام كان البديل ولو أنه البديل الأسوأ للسلامة من الإخوان أو الإسلام أو كما. إذن يعني قبل أن نبدأ بتحسين صورة المسلمين في الغرب، أنا أعتقد، نعم، أن نعمد إلى عدم تشويه المسلمين في الداخل، نعم، ثم ننتقل ثم لا في نفس الوقت يكون، نعم، عملية ملازمة موازية ليها وملازمة، نعم، عملية تحسين الصورة في الغرب، نعم، تحسين الصورة في الغرب. بول فندلي يذكر في مقابلة له، نعم، مع إحدى الفضائيات من حوالي 10 سنوات 2001 بالضبط، نعم، يقول أن من بين 7-8 ملايين مسلم في أمريكا لا يصلي الجمعة 70-80% عدم التزام بالشعيرة الأساسية. الكلام ده ليه تاريخ معين؟ في مقابلة له مع قناة فضائية في 2001. يعني الصورة الوقت تحسنت كثيرا لأني كنت هناك من عام، والجميل الذي أسلك صدري يا أستاذنا أني وجدت أن القيام بأعباء الدعوة انتقلت إلى الشباب الأمريكي المسلم. جميل. الذي ولد في، نعم، أمريكا، نعم، الذي يملك الثقافة واللغة بالزبط. وأسلوب الخطاب، وهذا كان في بريطانيا، نعم، نعم، الذي يقوم بالدعوة هم الإنجليز وهذا أحدث نقلة واسعة جدا وطفرة كبيرة في الدعوة، فالصورة تحسنت ونرجو أن تتحسن أكثر إن شاء الله. على أي إحنا يتوقف تحسين الصورة على ما يكتب بالداخل، لأنه، نعم، ينقل للخارج، نعم، ما يكتب بالداخل، حاضر، ينقل للخارج، إذا نحسن بالداخل سيصل شيء طبيعي من خلال وسائل طبيعة الحال، ثم بعد ذلك، نعم، أنا أريد توظيف
قليلا قليل القليل من نعم. موارد المسلمين العاملين في الغرب، لا أقول بالداخل نعم. فنحن أولى نعم. نحتاج الآن إلى، لكن المسلمون العاملون في الخير توظيف قليل من مالهم لتفهيم. في مقابل أستاذنا أن اليهود يوظفون، لا يوظفون القليل بل يوظفون الكثير من أموالهم. طيب أنا أستمع حضراتكم والإخوة المشاهدين أن نصل إلى التقرير رقم 3 الذي يتحدث عن النتائج التي توصل إليها بول فيندلي عن الإسلام خلال هذه الرحلة الممتدة والعميقة والتي استقرت وشملت 25 عاما مع هذا التقرير. لا سكوت بعد اليوم، لا سكوت بعد اليوم، من النتائج التي توصل إليها المؤلف عن الإسلام. أن الإسلام دين متأصل في السلام والانسجام والمسؤولية العائلية واحترام الأديان والتواضع لكل البشر، وأن الإسلام دين عالمي متعدد الثقافات والأعراق. ثانياً، أن مبادئ الإسلام ومبادئ الحكم الإسلامي تعزز الدستور الأمريكي أكثر مما تهدده. ثالثاً، يرى المؤلف أن الإسلام يمكن أن يزدهر في الولايات المتحدة، وذلك من خلال دستورها الذي يعين المسلمين على أداء شعائرهم وحرية العبادة، بل حتى إنه يقول إن دستور الولايات المتحدة يحتوي على عناصر أساسية في نظام الدولة الإسلامية. رابعاً، أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها، ومعظم التمييز الناشئ إنما هو عن العادات الموروثة لا عن الكتاب والسنة، وأن الإسلام أعطى المرأة حقوقها وجاء بتحريرها من عبودية الجاهلية. خامساً، أن الإسلام أعطى حق الطلاق لزوجين غير مؤتلفين، ويرى أنه أفضل من الاستمرار، بعكس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي حرمت الطلاق على مدى القرون. سادساً، تميز المسلمون عبر الزمن بالحفاظ على تقاليدهم وأصالتهم السابقة رغم التطور الحضاري والانفتاح، بعكس الغربيين الذين تخلوا عن كثير من تقاليدهم ومبادئهم. سابعاً، عرض المؤلف بصورة منصفة وحيادية أن الحكام المسلمين لم يمارسوا من الاضطهاد الديني في وقت من الأوقات ما يقارب المعاناة المريعة التي قاساها غير المؤمنين في محاكم التفتيش المسيحية، ولا ارتكب الحكام المسلمون ما يشبه المجازر الجماعية التي ارتكبها الصليبيون المسيحيون بحق المسلمين، ولم تشهد عهود الإسلام أي سلطة إسلامية دينية تنظر في إيمان المرء وتمحص في التفاصيل التافهة كما تجرأت على فعله محاكم التفتيش المسيحية. ثامناً، من أسباب بقاء الأنماط المعادية للإسلام في أمريكا هو واقع المسلمين الأمريكيين الذين ما زالوا غير منظمين إلى حد بعيد، ولم تتبلور قياداتهم الوطنية إلا مؤخراً. تاسعاً، ومن أسباب ذلك أيضاً أن المسلمين ليس لهم تأثير يذكر في قرارات تغطية الأخبار بأي وسيلة من وسائل الإعلام، وقلة الناطقين باسم الإسلام. لا سكوت بعد اليوم، لا سكوت بعد اليوم. أستاذنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى هذه النتائج العظيمة والتي انتهت في النهاية إلى جملة أشبه بالتوصيات للمسلمين، كيف ترى واقع هذه الحقائق وواقع الأمة المعاصر؟ وهل للأمة أن تنهض لتؤدي دورها نحو دينها؟ هل ما زلنا ننتظر أن يؤدي غيرنا دورنا؟ تفضل أستاذ. الحقيقة أنا أثني على يعني كلام أستاذنا الدكتور جلاء، نعم، في أننا لا يستوي العود والظل أعوجه. نعم، يعني لا نستطيع إطلاقا. أنا ضد فكرة تحسين صورة الإسلام. لا،
احنا كنا في مؤتمرات. انا تقريبا رحت اوروبا حوالي يمكن 10-15 مره. نعم. في مؤتمرات دوليه. نعم. في اسبانيا وفي انجلترا وفي النمسا وفي يعني في كثير من الدول. نعم. في هولندا وبلجيكا. كنا نعرض يعني النظام الاقتصادي في الاسلام، النظام الاسري في الاسلام. نعم. نظام التشريع الجنائي في الاسلام. نعم. النظام التربوي في الاسلام. كانوا يقولون ان هذا هو النظام الذي يؤدي الى خلاص العالم والى تقدم العالم والى نهضة العالم والى وحدة العالم والى النهضة الحضارية الكبرى في العالم، يقولوا الكلام ده. نعم. بس كانوا بيسألونا سؤال محرج جدا. اللي هو ايه؟ اذا كان ذلك كذلك فلماذا انتم متخلفون؟ نعم. اذا كان عندكم هذه النظم العظيمة الاقتصاد اللي هو بتاع جون ماينارد كينز. نعم. ان الفايدة تصل الى صفر. نعم. لن ينصلح الاقتصاد العالمي الا اذا وشركات الوجوه وشركات الابدان وشركات القراض والمضاربه والى اخره وتشجيع الاستثمار الى غير ما حد. الاسره، انتوا بتتكلموا عن الاسره وبتتكلموا عن التكامل وبتتكلموا عن التكافل وبتتكلموا عن المحبه وبتتكلموا عن التربيه وبتتكلموا عن الاحتضان الاباء للابناء. طب امال ليه انت عندكم تفكك اسري؟ وليه عندكم نسبه طلاق 26% الى 40% في العالم العربي؟ نعم. وليه عندكم الاقتصاد منهار؟ وليه وليه وليه؟ انتوا بتتكلموا عن نظام شورى فعلا. اهل الحل والعقد. نعم. هو دول انتخاب اول. نعم. الناس بتنتخب اهل الحل والعقد. نعم. واهل الحل والعقد هم الذين ينتخبون رئيس الدوله، وادي انتخاب على مرحلتين. نعم. ثم يعيد رئيس الدوله مره ثانيه الى الشعب للبيعه. هذا استفتاء عام. فقضيه في غايه العظمه. نعم. في غايه العظمه قبل الفكر الاوروبي والديمقراطيه الغربيه. امال انتوا ليه ما عندكم القهر والديكتاتوريه والاوتوقراطيه ليه عندكم الكلام ده؟ فدي قضية الحقيقة في منتهى العجب. ففعلا احنا لابد وان نصلح انفسنا. وانا ضد فكرة، اسمح لي في هذا يعني. نعم. ضد فكرة ان احنا نصلح صورة. اصلح صورة ازاي؟ نعم. اذا كنت انت نفسك يعني الاصل معيب. معيب. الاصل معيب. فهم هيقولوا لي الصورة اللي انت بتقولها دي لا يمكن تكون حقيقة. ولا انت مؤمن بها، لانكم لو امنتم بها لا طبقتموها. نعم. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، الحقيقة انا يحضرني برضو زي ما بيقول بول فندلي كده، يحضرني كلام الدكتور زويل. نعم. الدكتور زويل قال مرة، والدكتور زويل كان ممنوعا من التلفزيونات المصرية. نعم. كان ممنوعا التلفزيون الرسمي. التلفزيون الرسمي. نعم. المصري. نعم. كان ممنوع. نعم. وطارق البشري الذي هو الآن رئيس اللجنة العليا لتعديل الدستور كان ممنوعا. نعم. والحمد لله رب العالمين، وفي ذلك فليفرحوا. الآية. نعم. الحقيقة زويل كان بيقول الذي كندا عندما أرادت أن تحسن النظام التعليمي أولا على النت، والجميع الإخوة يرجعوا، هناك أكثر من 400,000 عالم مصري منتشرون في أوروبا وأمريكا. أرجو أن تذكر هذا الرقم مرة ثانية. 400,000 عالم مصري فقط، مش 400,000، 400,000 عالم مصري فقط في أوروبا وأمريكا يعملون في مواقع متعددة. نعم. احنا نعرف منهم القليل جدا، لان احنا نعرفهم يعني. نعم. يعني مصطفى السيد وزويل وفاروق البازو. نعم. لا دي قلة. ومجدي يعقوب، لا دي قلة قليلة قليلة جدا. ده موجودين في كل مواقع الدنيا، هناك موجودين محللين واساتذة في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي اطباء وفي السياسة وفي نرجو ان يتاح لهم بعد الثورة البيضاء الكريمة الفرصة في بناء الوطن بناء حضاريا علميا. ويا ريت يا استاذنا الفاضل، يعني الدكتور زويل يقول عندما ارادت كندا ان تعيد بناء هيكلة النظام التعليمي. نعم. لكي ترقى الى المستوى التعليمي الامريكي. نعم. استعاذت بالمصريين. كلهم كانوا مصريين، أساتذة مصريين كنديين مجنسين يعني هناك، بس مصريين وفعلا أقاموا بناء تعليمي في منتهى العظمة. النهاردة بتنهض كندا إلى مصاف الدول الكبرى في البحث العلمي وفي إنتاج العلم. المصريون يصنعون حضارة العالم في الخارج. الخارج. فمتى تتاح لهم الفرصة؟ متى تتاح لهم الفرصة كي يصنعوا حضارة وطنهم مصر وحضارة الوطن الإسلامي على المستوى العربي؟ أيوة. نعم. متى تتاح لهم الفرصة؟ سألهم زويل. نعم. بيقول زويل يقول أن أنا سألت الجماعة الأساتذة الذين بنوا التعليم. نعم. والنهضة التعليمية والعلمية والبحث العلمي وإنتاج البحث العلمي برا في كندا، هل حد من المصريين استعان بكم؟ هم مصريون. نعم. هم مصريون. قال لهم هل استعان بكم أحد من وزراء التعليم في مصر أو وزراء البحث العلمي أو وزراء التعليم؟ قالوا له إطلاقا. اطلاقا. احنا بنهدر هذه الثروه ليه؟ احنا انا الاوان الان يعني تماما ان احنا لابد ان نستعين بهذه الطاقات مع فجر الكلمين. جديد و نعم. بعد صفحة جديده ان شاء الله يستعان بهم، مش بس التربويين، بالاقتصاديين. نعم. في كل مجالات، في كل بالسياسيين، العلم والحياه، في التربوي، في كل مجالات نعم. جزاك الله خيرا استاذنا. الله يبارك فيك.
تفضل أستاذنا. لا 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 سكوت بعد اليوم. لا 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 سكوت لا سكوت بعد اليوم. لا 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 أستاذنا الكريم، يعني بعد هذا الكلام الرائع ونحن نحتاج إلى تحسين الأصل وتصحيح الأصل حتى تتحسن الصورة تلقائيا، وأن هنالك 400,000 عالم في مختلف التخصصات المختلفة يبنون حضارة العالم في أوروبا وأمريكا، فمتى يفسح لهم المجال حتى يبنوا هذه الحضارة المصرية والإسلامية والعربية؟ كلمة أستاذنا الفاضل. أعتقد أن بعد ما حدث إن شاء الله لا سكوت بعد اليوم. بعد اليوم لا سكوت ليس المعني به الكلام. أن نتكلم في السياسة ولا لا سكوت علمي، كان عندنا حجر فكري. نعم. حجر فكري ليس في مجال السياسة فقط أو الدين فقط، ولا في مجال العلم. نعم. في كل مجالات الحياة كان هناك حجر. نعم. فطالما تخطينا هذا الحاجز وخرج كما يقال المارد من القمقم، نعم، أنا أتوقع ومتفائل جدا جدا، نعم، بإذن الله تعالى أننا سنبدأ مرحلة، لكن يعني لا نكون على عجل، نعم، ما بين عشية وضحاها نرى آثار هذا التحول، لا، نعم، هذا التحول من مرحلة لا أقول 30 سنة، نعم، أنا ولدت في هذا العهد، نعم، عهد تكميم الأفواه، آه، ولادة الحرية، لا يعني عهد، نعم، الأول عهد تكميم الأفواه منذ، نعم، بداية عمرنا، نعم، ليس فقط 30 سنة كما يزعم البعض، نعم، جيل الشباب، نعم، كممت أفواهه 30 سنة، نعم، لكن نحن كممت أفواهنا وعقولنا 50 عاما وستين عاما، نعم. أنا أعتقد بإذن الله تعالى أن مع هذا التغير ستبدأ بالفعل نهضة حضارية وعلمية وثقافية نستطيع أن نطور فيها من أنفسنا أولا، نعم، ثم نصدر هذا التطوير وهذه النهضة إلى خارج الحدود بإذن الله تعالى. نعم. يشاركنا الكلام والتوصيات بول فيندلي في هذا التقرير رقم 4 في وصايا عملية وجهها المؤلف إلى المسلمين، ليت الإخوة يعرضوا لنا هذا التقرير الموجز المركز. لا سكوت بعد اليوم. لا سكوت بعد اليوم. وصايا عملية وجهها المؤلف. وجه المؤلف نصائح عملية للمسلمين في مواجهة التحدي الذي يلاقونه في الولايات المتحدة. وهذه الوصايا: أولاً، على المسلمين الإعلان جهراً عن هويتهم الإسلامية والبحث عن وسائل تمكنهم من عرض حقيقة دينهم على غير المسلمين. وفي خطوة أولى لابد لهم من أن يجاهروا بإسلامهم مجاهرة يكون سلوكهم الحسن وإنجازاتهم المجدية سبيلاً للتعرف على الإسلام، ويردون على الذين يسيئون إلى الإسلام من خلال أعمالهم. ثانياً، عليهم أن ينخرطوا في السياسات الحزبية حتى يزيلوا تلك التصورات الخاطئة. لا سكوت بعد اليوم. أستاذنا الكريم، يعني في وصايا المؤلف أجملت شيئا للشباب في النصائح التي وجهها بول فيندلي للشباب المسلم، للمسلمين عامة في المواقع المختلفة، كيف يمكن أن ينتقلوا من موقع الكلام إلى موقع الفعل، من موقع الأماني إلى موقع التأثير. ويصف آلية، يعني يمكن احنا بنفتقد أساتذتنا في معظم الحديث والكلام أننا نصف الداء ونشرح ونصنف ونذكر المطلوب، لكن في الأعم الأغلب نفتقد إلى الكيفية، إلى الآلية، إزاي نوصل، نعمل إيه. والآن
أنا عايز أقول للشباب وأقول لنفسي وأساتذتنا هيضيفوا ويوضحوا، هو يقترح آلية كيفية للوصول إلى ذلك. يقول حتى نكون في موقع التأثير لابد من التواصل من خلال أجهزة الإعلام. قد لا يتاح لك أن تكون ضيفا في برنامج وأنت تجلس في بيتك. أقول أولا تأكد من المعلومة الصحيحة والفكرة الواضحة التي تتحدث عنها. ثانيا اجعل الرد بسرعة، اجعل نفسك متفاعلا بسرعة الفورية في الرد عبر رسائل الاس ام اس، عبر خلال الهاتف، عبر الايميل والوسائل التقنية، عبر الفيسبوك. لابد وان ترد بسرعة على ما يصار من افكار خاطئة ضد اسلامك. ايضا تزويد المنظمات التي تعمل في العمل المدني وحقوق الإنسان بالمعلومات الصحيحة. لا يكفي فقط أن أجلس وأزم إنهم بنظرية المؤامرة يريدون منا كذا، إنهم يدبرون لكذا وأنا لم أصنع شيئا. لابد وأن أذهب إلى منظمات المجتمع المدني والتواصل الآن ما فيش فرق فيه إن أنا في مصر ولا في أمريكا ولا في أوروبا، من خلال النت، من خلال الفيسبوك، صحيح، ومن خلال هذه الوسائل الحديثة. صحيح. يمكن تزويد هذه المنظمات بالمعلومات الصحيحة عن قضيتنا. بيوصي بشدة وبحرص شديد أن نتجنب الانفعال في الرد. تكون المناقشة زي ما بين أستاذنا الدكتور الصمالوطي مناقشة علمية هادئة تقوم على الحجة، ونتخلص من الصوت المرتفع والمتشنج والشتائم والاتهامات وهذه، واجعل القوة في الحجة الصحيحة. يقول تجمل في ألفاظك بعبارات الشكر والتحية في البداية، بعبارات الشكر على إتاحة الفرصة في النهاية، حتى وإن اختلفتم، حتى وإن، وبعد أن تنتهي ليتك ترسل رسالة عبر المحمول أو الإيميل الإلكتروني بالشكر على إتاحة الفرصة والرغبة في أن يتواصل الحوار والتفاعل. حاول التواصل مع الأشخاص في موقع التأثير والمسؤولية، تكلم معهم بلباقة ورفق وشكر في نهاية الحوار، وزودهم بالمذكرات الصحيحة عن موضوعك. ويعني هذه جملة من النصائح الذكية في الكيفية في الآلية. نحن نكون في موقع التأثير، وأنا لا أخفي عن حضرتك يعني إن أنا تأثرت بقراءتي لهذا الكتاب وبهذه النصائح طبعا. حتى إن أنا الآن أنا محتاج شباب يتواصلوا معي، مش في مصر فقط ولكن ممكن في أمريكا، في أوروبا، في أستراليا، في أي حتة في الدنيا، عبر الإيميل. وأنا عندي فريق من العلماء هنديك جملة جمل ذكية عن الحقائق في التعريب بالإسلام وبيان قضاياه بعيدا عن تشويه حقائق الإسلام أو صورة الإسلام في الغرب، كيف تصحح بصورة ذكية، وانت تصنع أيها الشاب تدوير لهذه الحقائق عبر الوسائل الحديثة والفيسبوك. الأمر الثاني اللي محتاجه الشباب الدفاع عن الإسلام، والدفاع عن الإسلام لنا فيه خلاصات من أئمتنا وعلمائنا. الموضوع الذي يكتب فيه كتاب بفضل الله وصلنا إلى خلاصات ممكن يتم في 5 أسطر في 7 جمل وتتضح الصورة، لكن أنا محتاج الشباب يتواصلوا معي، وإكراما من قناة الرحمة ليتهم يسمحوا بالإيميل الخاص بي للتواصل أو عن طريق الرحمة يتواصلوا معي. دكتور محمد داود @yahoo.com dr.muhammeddawood@yahoo.com أو ممكن تدخل على الموقع الخاص بي وصفحتي في الفيسبوك، وممكن تتواصل معايا، تخش على الموقع حتى بالعربي الدكتور محمد داود، وتدخل على صفحة الفيسبوك الخاصة بي من تحت، بس لمسة مفتاح على حرف الإف يدخلك على الصفحة وتتواصل معي، ونبدأ نتواصل لخدمة إسلامنا بهذه الصورة الذكية بهذه الكيفية. لكن احنا في حاجة نسمع كلام أساتذتنا وعلمائنا. تفضل.
بارك حتى الله نكون في موقع التأثير. بارك الله فيك. وهذه الدعوة الحقيقة اللي انت دعيتها دي قضية في غاية الأهمية، وأرجو أن الشباب يتواصلوا مع يعني علماء مثل حضرتك. تفضل. يعني تتسم بالحصافة وبالقدرة وبالتحليل وبالنقد وبالهدوء وبالعلمية وبالموضوعية، فربنا يبارك فيك. الله الحقيقة. يبارك فيك. الحقيقة أنا شوف، أنا لما سمعت توصيات بول فيندلي بالنسبة للشباب، أنا أجد أنه كرر الحوار الإسلامي. الله كرر ما 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 جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة. نحن عندنا الحوار إيه؟ أدعو إلى سبيلك بالعنف، لا أدعو إلى سبيلك بالحكم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهو ده يعني القضية، الحوار العقلاني. نعم. العقلاني الهادي المتزن. الصوت العالي ده معناها فشل. تسمح لي بمدخلة وأنت محتاجنا يا أخي. أنا سبحان الله يعني أقف بكل الإجلال أمام القرآن حين أعطى الله الحوار وحرية الحوار في أخطر قضية في هذا الوجود، وهي ذاته سبحانه. ويعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. ليس هنالك في الوجود قضية أعظم من هذه القضية. تفضل. والله سبحانه وتعالى تحاور مع الشيطان، مع إبليس. تحاور مع إبليس. نعم. تحاور مع الكفار. الـ 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 يعني ده أعتقد في 114 نوع من الحوار في القرآن الكريم. نعم. ولا يخشى الحوار إلا ضعيف. ولا يخشى الحوار إلا ضعيف. قضيتك قوية. وبعدين أدب الاختلاف. يعني الله شوف بيقول لك إيه؟ ابدأ بكلام طيب. تحية والشكر. أيضا نحن مطالبون. نعم. لأن نحترم المحاور معنا. نعم. ولو تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه وهكذا، وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. نعم. فدي ناحية. وقضية الشكر في أدب الاختلاف. نعم. أنا ممكن أختلف مع معاليك. نعم. لكن لابد أن يكون هذا الاختلاف في أدب. نعم. وهذا هو ما يعلمنا به القرآن الكريم. وبالتالي فالحقيقة هذه التوصيات اللي قالها بول فيندلي. يعني الأمر الثاني المهم اللي قاله بول فيندلي. نعم. وده احنا حضرتك قلته في برامج هنا. نعم. ونحن يعني ثنينا عليه. نعم. قضية التواصل مع مراكز إسلامية، مش كل الغرب ضد الإسلام. نعم. لا، الغرب ثلاث أنواع. في ناس متحيزين ضد الإسلام، يعني نيكلسون وماسينيون وفلان وفلان من المشرقين، معروف معروف دول الحقيقة. وطبعا لويس برنارد لويس وغيرهم كثير من المشرقين معروفين. دول ما تتحاورش معهم، لأن دول ما يعرفوا الحقيقة وينكرونها. نعم. في فرقة تانية خدعت في نتيجة الإعلام الغربي ونتيجة للتعليم، ففاهمين الإسلام غلط، زي اللي احنا قابلناهم. نعم. في هولندا دول أساتذة يعني في أساتذة في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الثيولوجية في جامعة أمستردام الحرة. دي أساتذة يدرسون وهم مش فاهمين، هم خدعوا أيضا بهذه. نعم. فمستعدين يفهموا، دول نتحاور معهم. نعم. في فئة ثالثة ملهاش دعوة بالإسلام خالص، اللي هم رجل الشارع. في فئة رابعة الحقيقة منصفين وفاهمين الإسلام كويس، دول يجب أن نتواصل معهم. نعم. يعني حضرتك المراكز الإسلامية، مركز الإسلامي بتاع أكسفورد. في الأمير تشارلز. نعم. على الأمير تشارلز. نعم. ده الحقيقة يعني فاهم الإسلام، فاهم يمكن أكثر مني. نعم. ومن كثير من المسلمين فاهم الإسلام كويس جدا، ودائما يذكر الآخرين بأن الإسلام هو مصدر حضارتكم، وهو. نعم. الذي أثار نهضة عندكم، وهو إحنا مدينين للمسلمين. الله. والإسلام يعني هو الذي أثار يعني العلم. دعوة فريضة إلى التواصل إسلامية. دعوة إلى الحوار العلمي. أيوة. الذي يقوم على أن يسمع كل طرف الطرف الآخر بوعي واهتمام. ويكلم كل طرف الآخر باحترام. نعم. ويقدم حجته. نعم. والمسلمون لهم في هذا هدي قرآني. نعم. وهدي نبوي. نعم. كريم. أستاذنا الكريم، حقيقة أريد أن أضيف. أيوة. توصيات أخرى. نعم. أوردها بول فيندلي. لا، هو أوردها بول فيندلي. نعم. في كتاباته. نعم. في لقاءات يمكن أنا سأقولها في عجالة. هي خارطة طريق. تصلح للمسلمين بالخارج، وبعضها يصلح بالخارج وبالداخل. تفضل. فهو يركز على نقطة مهمة. خدع بها اليهود المسيحيين في الغرب. نعم. وهي التفسير الخاطئ للعهد القديم، لفقرات العهد القديم. نعم. هناك فقرة في سفر إشعياء. نعم. 26-19. نعم. تقول: تحيا أمواتك، تقوم الجثث، يا سكان واستيقظوا يا سكان التراب. نعم.
بما فسرها اليهود للمسيحيين في الغرب. نعم. على أنها نهضة قومية في الحياة. هذه النهضة أو هذه الفكرة لن تتحقق إلا إذا عاد اليهود عودا أو عودة جسمانية وروحية وبدنية إلى فلسطين. هو نفسه يقول هذا تفسير خاطئ. نعم. ومطلوب من المسلمين أن يصححوا هذا التفسير. يعني فيندلي قال إن هذا التفسير نعم. لهذه العبارة نعم. التي وردت في التوراة بالعهد. هو لم يحدد هذه العبارة. نعم. هو قال أنهم يفسرون عودة اليهود على أنها عودة جسمانية قومية إلى فلسطين. ما التفسير الصحيح وأنت المتخصص في هذا؟ يا سيد الفاضل تفضل. هذه هي العبارة الوحيدة التي توجد في العهد القديم. وعندما نعم. أقول العهد القديم نعم. يشمل التوراة وأسفار الأنبياء نعم. والمكتوبات نعم. هذا العهد القديم كله هو نصف الكتاب المقدس نعم. عند المسيحيين نعم. هذه هي الفقرة الوحيدة التي تتكلم عن الحياة بعد الموت. ما معناها الصحيح؟ معناها الصحيح هو البعث. البعث؟ البعث بعد الموت. وليس لها صلة؟ إذا فسرناها على أنها بعث قومي آه. فمعنى ذلك أن العهد القديم كله وفضلتك عارف حجمه قديه وشفته نعم. واستغلناه هنا كثيرا نعم. نعم. ليس فيه فقرة واحدة عن البعث الأخروي وبهذا نعم. يكون عيب في الدين. لكن السياق اللغوي السياق التاريخي ما تفسر به هذه الجملة وهذه الكلمات التي ذكرتها هي البعث بعد الموت. بعد الموت هذا هو التفسير الصحيح. هذا هو التفسير الصحيح. لكن اليهود غيروه وانتقل منهم إلى المفسرين المسيحيين نعم. وقرأت هذا نفس التفسير نعم. الذي يقتنع به المسيحيون في الغرب في مثلا كتاب التفسير السنن القويم في تفسير العهد القديم وإشعياء تفسير إشعياء لناشد نعم. حنة هنا في مصر نعم. مطبوع نعم. في مصر يفسره على أنه نهضة قومية فهو يطلب أولا تصحيح المفاهيم المسيحية للمسيحيين بالداخل أو بالخارج. تفضل. أيضا من الأشياء التي يعني استنتجتها شرح موقف الإسلام وعلاقته بالغير وتوزيع نشرات وعمل برامج إعلامية. نعم. هذا ينطبق ممكن نستفيد منه بالداخل نعم. وبالخارج. وهذا ما كنت أقصده بأننا ينبغي ألا نظل نكلم أنفسنا فقط. نعم. ينبغي أن يكون لنا صوت. يعني هؤلاء الشباب الذين استطاعوا أن يجمعوا مئات الآلاف والملايين على الفيسبوك ويوتيوب نعم. ما نقدرش نوصل عن طريق هذه الوسائل التكنولوجية. نصل إن شاء الله. فضلتك تقوم بهذا. يعني إن شاء الله يعني أنا وفريق العمل وجمع من العلماء سنكون خدم للإسلام والشباب هم الذين سيقودون هذه الحملة الإلكترونية وأرجو التواصل أرجو التفاعل إن شاء الله وعلماؤنا معنا وقناة الرحمة والشيخ حسان ولن يتأخر عالم من العلماء. تفضل. تصحيح أستاذ. المفاهيم هو يركز على ارتباط الإسلام بالإرهاب في الغرب. نعم. يركز على هذه النقطة وعلى قضية النساء. قضية النساء أخذت حيزا من اهتماماته لأن تصوير النساء في الغرب النساء في الإسلام في الصورة في الغرب سيئة جدا جدا نعم. فهو يطالب بتصحيح هذه المفاهيم. هو أيضا يطلب من المسلمين بالخارج أن يدفعوا للإعلانات في الصحف. طب اسمح لي نقطة المرأة لأنها كثيرة أستاذنا يعني الإسلام هو الدين الأكثر إنصافا نعم. وإكراما للمرأة. يعني لو تذكر لنا جملة مداخلة هنا قلت حلقات كاملة نعم لكن هنا نذكر هو تأكيدا لهذا الكلام الطيب المبارك نعم. والعلمي في الحوار اللي تم في هولندا نعم. قالوا لي قهر المرأة قلت لهم ماذا نعني بقهر تاريخ التحرير الحقيقي للمرأة هو رسالة الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. لأنه أخرج المرأة من الظلمات إلى النور نعم. كانت بتورث وكانت بتنتهك حرمتها وكانت بتعمل بالزنا. أنا الآن قلت لهم حاجة ظريفة جدا وهم نعم. حتى ضحكوا كلهم قلت لهم انا جاي الان وشايف فاترينات في الشوارع عندكم في امستردام عارضين نساء الفاترينه نمره 1 نمره 2 نمره 3 دعاره دعاره وزنه يعني هل هذه كرامه المراه انها تقلع وتتعرى كده وتصبح سلعه انتم قضيه تحرير المراه عندنا يعني انبثقت من فكر عقدي نعم. عقائدي ايماني نعم. نؤمن بان نعم. المراه انسان نعم
إنسان مثلها مثل الرجل تماما، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. يعني نفس المرأة. جزاك الله خير. نعم نعم أستاذنا أكمل. أيضا يطلب من المسلمين ترويج الدعايات التي تتعلق بالإسلام، ويركز على نقطة مهمة جدا جدا وهي الضغط الاقتصادي. إزاي أستاذ؟ كما يفعل الأموال المليارات التي هربت فقط من مصر، وليس من مصر فقط، يعني فقط من مصر، يعني يعني هنالك دول أخرى هنالك أموال طائلة. نعم. يعني تذهب الذي يباع بالأجل على بعد 100 سنة بناخد حقه. يعني هنالك تخمة مالية في كثير من البلاد، فهو يركز على هذه النقطة ويقول كما يفعل اليهود في أمريكا بالضغط الاقتصادي من خلال الشركات التي تعمل هناك بأموال اليهود، يطالب المسلمين بأن يضغطوا اقتصاديا. وأكثر ما يوجع الغرب كما يقال في المثل عند قلبي نعم ولا تعضل رغيف. نعم. أيضا يطلب العمل الجماعي المنظم، وهذه مهمة أستاذ. ودي نعم. شوف ثورة الشباب نعم الذي لما اشتغلوا مع بعض مجموعة نعم. لو كل واحد لوحده والتف الشعب كله الشعب كله أصبحنا قوة تخشاها إسرائيل وتحسب أمريكا لها ألف حساب، المنطقة كلها والعالم كله كان يعني في غاية التأثر. كانت في فكرة زائفة فضل. زائفة أيوة. يعني تأكيدا لهذا الكلام، كان في فكرة زائفة الحقيقة حول الشباب هذه الأمة وحول يعني صناع القرار وحول الأكاديميين، أننا لا يصلح عندنا العمل الجماعي. كنا دائما نقول العمل الفردي هو الناجح، لكن العمل الجماعي دائما يفشل. لا، هذه الثورة أثبتت العكس. خلاص. هذه ثورة أعطت أسوة وقدوة في العمل الجماعي المنظم. قيادة افتراضية. نعم. النقطة الأخيرة ودي مطلوب يعني نحققها في الخارج وفي الداخل، التصويت المكثف في الانتخابات والنشاط السياسي. نعم. وهو ذكر أنما عندما تحرك المسلمون في انتخابات جورج بوش استطاعوا عندما وعدوه بالأصوات أن ينالوا منه بعض الوعود. نعم. فلو ركز المسلمون في الخارج على الكثافة، أنا بقول لحضرتك 7 مليون 8 مليون لو صوت منهم 3 مليون لو كانوا في شكل جماعي وتصويت. للأسف أن عدم الاهتمام بالتصويت هذا آفة يتسم بها الشرق العربي والإسلامي. يعني معنى كلام حضرتك كما يشير أستاذنا إلى أنه يمكن أن يكون للمسلمين لوبي في أمريكا لو حققنا هذه الخارطة التي كنا والتوصيلات التي قال بها بولفيلد الكتابات. نعم. وأصل في مشكلة صغيرة صدر. للأسف برضو دي قضية يعني بس بأضيف إليها، اللوبي الصهيوني الإسلامي في الغرب يعني أمامه عدة تحديات. نعم. التحديات هو تمزق المسلمين نفسهم. نعم. ما بين شيعة وبين سنة وبين إيرانيين وبين باكستانيين وبين وهابيين وبين 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 سلفيين وبين كذا، فالقضية دي يجب ان احنا نتناسى هذا تماما. في حلقة كنا جعلناها لكارين أرمسترونغ وهي تتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان التعريف الحقيقي بالإسلام لا يقف عند حد الوصف والكلام فقط، بل ينبغي أن يكون التعريف الحقيقي بالفعل. تمام. بالسلوك، بالأسلوب الإسلامي في الغرب، سواء كان في العبادة وليس العبادة فقط، أو في الجانب الاقتصادي. نعم. الذي ذكرته، أو في الجانب الإعلامي كما بيّنت حضرتك، أو في الجانب الأكثر من ذلك الجانب السياسي، وأن يكون لهم ثقل وأن يكون لهم تأثير حتى يمكن لنا أن نكون لوبا إسلاميا في أمريكا. لابد أن ننتقل من موقع الكلام، لأن كلام زائد كلام زائد كلام يساوي كلام. كلام. احنا عايزين ننتقل من الكلام إلى الفعل، ومن الأمان والكلام والطموحات إلى موقع التأثير، وهذا له مهر، وهذه قضية في غاية الأهمية. كلمة أخيرة أستاذنا توجهها إلى الشباب إلى الأمة في هذا السياق لا سكوت بعد اليوم. نعم. أنا أقول لشبابنا بارك الله فيكم. نعم. وقد قمتم بقيادة مسيرتنا نحو النهضة. نعم. وخلصتمونا من الفساد. نعم. ومن الظلم. نعم. ولكن الآن. نعم. أما وقد تحققت الأمانية الكبرى. نعم. أمانية الأخرى اللي هي الطلبات الفئوية. نعم. فلنصبر عليها. حاضر أستاذنا، كلمة في نصف دقيقة والوقت قد انتهى. في ربع دقيقة. لا سكوت بعد اليوم ولا خمولة بعد اليوم. الله. لا سكوت بعد اليوم، لا خمولة بعد اليوم، أن يؤدي كل منا دوره، ننتهي عن المزايدة أو ركوب الموجة، أو إن الإنسان يصنع بطولات بأثر رجعي.
أو ما إلى ذلك، حتى نكون أمناء على هذا الوطن، أمناء على هذا الدين وهذا الإسلام، أن نؤدي دورنا الذي ينادينا، لأن الفراغ والهوة واسعة. عهد بيننا جميعا ألا نسكت بعد اليوم، وأن نكون مع هذه الثورة البيضاء الأخلاقية الإيمانية. على وعد بلقاء قادم مع علمائنا الأجلاء في هذا البرنامج أجوبة الإيمان، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان